مدينة الرباط مميزة بتواجد ديال الأكشاك على مستوى وسط المدينة ديال الرباط، بحيث أنك عندما تجوب شارع محمد الخامس يعني كتلقى تقارب هذه الأكشاك بشكل دائم ومستمر، كتعطيك واحد النبض ثقافي مهم جدا. هذا كيف تجهز المباراة؟ مولوج سير القدم امتحان الأهلي وزارة المحل. أحسن بائع كتب في الرباط. إيوا. من أشهر هاد الأكشاك عندنا في مدينة الرباط واللي كنعتز بهم وبائعي الكتب سي روبيو، وأنا ألاقبه بالأستاذ روبيو. شخصية قريبة من الناس، قريبة من الإعلاميين، قريبة من الكتاب، يعني محبوبة لدى الجميع، هو في حد ذاته كتاب. هلا بك يا مرحبا. شكرا حبيتكم الله. جمالية المدينة القديمة تتجلى في تنوع الأسواق بها، كاين السويقة فيها بزاف ديال الملابس، المكسرات، سوق الصباط، سوق الأحذية، سوق الفضة، فيه كل ما هو حلي، ما هو وكاين سوق اللي كنسميوه بشارع القناصلة، هو كل ما يتعلق بالجلد، بالملابس التقليدية، بالفضة، بكل ما هو تقليدي. نجلع البلدي. سيدي خالد اهلا، اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ صحه لاباس؟ انت لاباس؟ كي دايره؟ اول احساس عندي ملي كندخل المدينه القديمه وبالضبط البويبه كيكون اختلاف الروائح، الاكل، الحلويات، ولكن بالضبط هذا المكان هذا بالضبط عندي جوج الروائح اللي ما كتحيد لياش من بالي، كاين رائحه الحلوى المغربيه اي الشباكيه ورائحه النعناع، اللي بعد الخطرات او بعد الايام كنلقاو هناك طابور ناس صف كيتسناو وقتاش تجي النوبه ديالهم باش يشتريوا الحلوى المغربيه اي الشباكيه او النعناع بمختلف انواعه. سيدي فاتح سوق الذهب، لكن كنتذكر في صغري بانني ملي كنت كنطلع كنطلع على صوت موسيقى ديال ام كلثوم، ولا كنت راجعه كنرجع على موسيقى ديال عبد الوهاب. ما يمكنش ما نذكروش الحاج الطوبي اللي كان هنايا الله يرحمه، كان الا كان الاذان كيكون صمت، يعني كيتحبس الموسيقى وكتبقى زقزقه العصافير.